السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو زملائي رح نشرح عن التايتريشن، تجربة كتير سهلة. رح ناخد عنها بعض القواعد الموجودة عنا، بعض هاي القواعد الموجودة عنا اللي من خلالها رح نشرح التجربة كاملة. عنا قاعدتين مهمات بدنا نعرفهم، من خلالهم رح نحل كل الكويستشنز الموجودة في التجربة. سهلة كتير، بدها بس تركيز نتفة معي بالفيديو ومنخلصها. بدنا نعرف أول إشي الهدف من التايتريشن. الهدف الأول من التايتريشن هو نوجد تركيز إشي مجهول. طب كيف بدي أوجد تركيز إشي مجهول وأنا ما عندي إشي؟ بيكون عندي، رح أستخدم بالتايتريشن شغلتين. رح أستخدم شيء معروف، يعني شيء تركيزه معروف، والتاني تركيزه مش معروف، يعني unknown مع known concentration. بالتجربة باللاب استخدمنا إحنا البيس يكون نون كونسنتريشن، حطيناه بالبيوريت، والبيوريت هو عبارة عن زجاجة طويلة مدرجة شفناها كلياتنا باللاب، مع فلاسك من تحت بيكون فيه النون من الكونسنتريشن لميل الأسد. إذا عندنا بيس في البيوريت، في الفلاسك عندنا الفلاسك اللي هي الزجاجة العريضة، أخذناها بالأدوات وبدنا نرجع نحفظهم لأنها مهمة بأدوات بالمادة المد، مهمة برضو بالفاينل، فلازم نعرف شو هم الأدوات. الفلاسك هي عبارة عن أسدك، الفلاسك اللي بيحتوي على الأسيدك unknown concentration، والبيوريت بيحتوي على البيس unknown concentration. تمام. بعد هيك لما أنا أعمل titration معايرة لإلها، تركيز المولات الـ OH- مع الـ H+ بتتساوى، وتساويهم من خلال titration بالبيوريت بيجي عنا مفهوم الإكويفالنس بوينت. الإكويفالنس بوينت يعني مولات H بلس تساوي مولات OH ماينس، إيكوال يعني OH ماينس بتساوي H بلس. تمام. بعد ما أنا أخلص من التايتريشن اللي هي الإكويفالنس بوينت وصل عندها، بضيف إشي اسمه إنديكيتورز. شو يعني إنديكيتورز؟ يعني كاشف. هذا الكاشف من خلاله اللي هو من خلاله إيه، شو هو عبارة عن إيش؟ عن ويك أورجانيك، إما weak organic acidic أو basic، يعني إما حمض قوي أو قاعد حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة. بيتغير لونه عند الـ end point. شو هي الـ end point؟ إذن من خلالها رح أعرف تعريف الـ end point. والـ end point هي عبارة إنه بيتغير لون الـ indicator في هاي النقطة. والـ end point لازم نعرف إنها هي مش نفس الـ equivalence point. الـ equivalence point تساوي مولات الـ OH- مع الـ H+. الـ end point تساوي اللي هو change بيصير لمين، change color لمين، للindicator. اوكي تمام. بدنا نعرف انه الend point اكبر من الequivalence point. اذا مين اللي بيصير اول؟ الequivalence point بتصير قبل الend point. تمام. نيجي على اللي بعده في عندنا نوتس مهم. هاي النوتس بيحكي لك انه الend point direct بتصير لما عندي اضيف الindicator، وحكينا الـ end point مش نفسها الـ equivalence point، إنها not same the equivalence point. هاي وهاي صرنا قرين. التالت بيحكي لي إنه مين اللي بيصير، بيحكي لي الـ end point comes after equivalence point، اللي هي حكينا إنه الـ equivalence point بيصير قبل الـ end point. تمام. قاعدة مهمة، إشي كتير مهم لازم نعرفه، إنه قاعدة مع حمض بعطيني ملح ومي. شو يعني؟ basic مع أسيدك بعطيني ووتر وبعطيني سولت. أوكي، بعطيني ووتر وبعطيني سولت. من أهم الأمثلة على الأحماض اللي راح نستخدمها حمضين، اللي هو البوتاسيوم هيدروجين فاثليتس اللي هو بنرمز له بال KHB، ومثال تاني اللي هو ال H2SO4. تمام. شو الفرق بين هذا الحمض وهذا الحمض؟ الفرق بين حمض ال H2SO4 وفرق بين ال KHB هو هذا عبارة من سميه دايا بروتيك أسيدك. شو يعني دايا بروتيك أسيدك؟ يعني بيحتوي على دارتين هيدروجين. تمام. وهذا من سميه مونو بروتيك أسيدك. إيش يعني مونو بروتيك أسيدك؟ يعني في بيحتوي على دارتين، بيحتوي على ذرة هيدروجين. هذا رح نحكي كمان شوي، رح يهمنا في من خلال عدد المولات بالنسبة لل NaOH وال KHB مع وال NaOH مع ال H2SO4. تمام.
عنا إشي مهم اللي هي الستاندرد والنان ستاندرد، النان ستاندرد والستاندرد برايمري. النان برايمري اللي هو بيخلص مع مرور الوقت، إشي بيخلص مع مرور الوقت. مثال عليه لما أنا آجي، هو عبارة طبعا عن سبستريت كونسنتريشن ديكريز ويذ تايم، ديكريز يعني بيخلص مع مرور الوقت. أما البرايمري ستاندرد هو ما بيخلص مع مرور الوقت، بضل ثابت، وهي عبارة عن مادة إيش مالها؟ صلبة. تمام؟ مثال عليها، نيجي على هذا المثال. هذا المثال اللي هو الـ NaOH، الـ NaOH مع الـ KHB. الـ KHB عبارة عن برايمري ستاندرد أسيد، والـ NaOH عن نان برايمري ستاندرد أسيد. يعني واحد بيخلص اللي هو هاد، واحد مع مرور الزمن بضل زي ما هو اللي هو هاد سوليد واللي هو أسيدك وهذا بيس. أوكي، هذا الأسيد وهذا البيس. تمام. من مواصفات ال KHB اللي هو البوتاسيوم هيدروجين فاسيليت، اللي هو شو؟ أول شيء إنه مادة غير مسترطبة. يعني مادة غير مسترطبة يعني مش هو سوليد، لو حطيته على الديسك أو إشي بضل زي ما هو سوليد، ما بيتحول لسائل، يعني ما بيتفاعل مع مع CO2 بالجو، يعني ما بيتفاعل مع CO2. تمام. وعنده هاي مولر ماس، كتلة مولية عالية، وهو بيور نقي وستيبل ويذ تايم، بضل ثابت مع مرور الوقت. ليش بضل ثابت؟ لأنه حكينا هو عبارة عن برايمري ستاندرد أسيد. إشي عنا اسمه كيميكال إنديكيتور. كيميكال إنديكيتور هو ويك أورجانيك أسيدك أو بيس. إحنا حكينا دائما الإنديكيتور هو عبارة عن ويك أسيدك أو بيس. الانديكيتور هو عبارة عن ايش الفرق؟ انه هو اورجانيك. تمام. مثال عليها واهم مثال رح ناخده اللي هو اسمه الفينول، الفينول او الفيفثيلين او البي اتش دوت بي اتش. يعني رح نلمز له بي اتش، لما تشوفي بي اتش بي اتش، لما تشوفي بي اتش بي اتش، بالسؤال بدنا نعرف شغلتين. انه لما يكون عندنا الوسط اسيدك، يعني لما يكون المحلول اسيدك، بضل عندي ايش؟ colorless، ما بيتحول اللون، non change colorless، بضل بلا لون. واذا كان عندنا الوسط basic بتحول لبينك. زي مرة تانية، اذا كان عندنا acidic بضل colorless، واذا كان عندنا basic بتحول لبينك. اوكي، هاي مهم. هون بيحكي لي عن المثال الثاني اللي هو اللي حكينا عنه، diaprotic acidic ال H2SO4 مع ال NaOH. تمام تمام. هون عن شو رح نحكي؟ رح نحكي عن الـ end point. طبعا دائما مولات حكينا الـ OH- مع الـ H+ متى بالـ end point اللي هي هاي الـ equivalent point. أوكي، عنا شيء تاني، قاعدتين مهمات. أول قاعدة هيها موجودة قدامنا، مول NaOH تساوي 2 مول H2SO4. هاي مهم. طب ليش؟ لأنه احنا حكينا هون بيحتوي على درتين هيدروجين، وهون بيحتوي على إيش؟ OH وحدة، فالعلاقة بينهم 1:2. أما بالنسبة لا، أما بالنسبة لا، ال KHP علاقتهم 1:1 مع مين؟ مع ال NaOH. ليش؟ إنها فيها هاي H وحدة وهديك فيها OH وحدة، فبالتالي هم بيناتهم إيش؟ 1:1 العلاقة. أوكي؟ أوكي. نيجي للكويستشنز الأول. طبعا هذا كليات اللي حكيناه، يعني أهم الأشياء رح ألخصها سريع. نعرف إيش يعني الإند بوينت، إكويفالنت بوينت، إيش هو التايتريشن وإيش رح نستخدم بالتايتريشن. بدنا نعرف مواصفات الـ KHB. تمام. بدنا نعرف إنه الـ KHB هو عبارة عن مونو بروتيك أسيد، والـ H2SO4 هو عبارة عن ديابروتيك أسيد. تمام. بدنا نعرف إنه رح نستخدم الـ pH.pH بالوسط القاعدي بالبيسك بيصير لونه بينك، يعني زهري أو فوشي اللي بدكم اياه، وبالأسيدك بالوسط الحمضي بيصير عديم اللون أو كالرلس. أوكي، هاي أهم النقاط. الكويستشنز كتير سهلين. رح نستخدم أغلب القوانين اللي أخذنا، أغلب القوانين رح نستخدمها هي أخذناها من قبل، اللي هي الماس بيرسنز، ورح ناخد عن المولاريتي، والثالثة اللي هي علاقة المولر ماس مع المول والماس. أوكي، نيجي لأول سؤال. أول سؤال بيحكي لي أسامبل ويت ويتينج، يعني معطيني كل هون اللي جرامز لمين؟ للكل، يعني جرامز لكل السامبل. بيحتوي على إيش؟ على الـ KHB. تمام. ومعطيني المولر ويت لإلها، ومعطيني إيش هون الفوليوم، ومعطيني المولاريتي لمين؟ للـ NaOH. من خلال المولاريتي والفوليوم بقدر أطول إيش؟ النمبر أوف مول لمين؟ للـ NaOH.
تمام. والنمبر والنمبر اوف مول للان اي او اتش يساوي النمبر اوف مول للكي بي اتش بي. ليش؟ احنا حكينا واحد لواحد مونو، اوكي. بس اطول النمبر اوف مول، بس اطول النمبر اوف مول هو شو بده؟ الماس بيرسنس. الماس بيرسنت اللي هو الماس للي انا بدي اوجده اللي هو الكي اتش بي، تمام، معي عدد مولاته، معي المولر ويت او المولر ماس لإلها. من خلال المولر ويت والمولر ماس بوجد الماس اللي عبارة عن النمبر اوف مول في المولر ماس. هاي معطيني هون المولر ماس، اوكي، وهي المولر ويت، هذول التنتين بضربهم ببعض بيعطيني الجرامز. الجرامز لمين؟ الكي اتش بي على الجرامز الكلي اللي هو السامبل اللي اخذناه بالاول بمية بالمية، وبيطلع عندي 37.9%. اوكي اوكي، سؤال سهل كتير، قوانين كلها استخدمناها. بيعطيني، احنا حكينا اصلا الهدف من التايتريشن اني اعرف تركيز واحد والتاني ما اعرف تركيزه، اطلع تركيزه او اطلع عدد مولاته من خلال التاني. اوكي نيجي للبعدها. طبعا اوكي اوكي انا كتير بحكيها بس مش مشكلة، تحملوني. برضو هون نفس الشيء، معطيني 567 جرام من سامبل اوف انون، يعني هون معطيني ايش؟ انون. شوف شو حكيلي، حكيلي دايابروتك، هاي اللي نبهتكم عليها. دايابروتك يعني بالضبط زي لما انا احكي H2SO4، هون معطيكي S4، اوكي 4، يعني هون معطيكي H2A، اوكي. ال H2A هاي اللي معطيني اياها اللي هي نفسها يعني زي مثال عليها اللي احنا اخذنا H2SO4. دايا يعني العلاقة بينهم، كل واحد NaOH يساوي 2 مول من الثاني، اوكي. معلش شوي، هم كل واحد NaOH يساوي 2H2SO4، اوكي، اللي هي مول مول، يعني النمبر اوف مول لهاي تساوي 2 نمبر اوف مول لهاي، تمام. ما ننسى طبعا بالقوانين انه نغير الفوليوم من مل لليتر، اوكي، هاي كاتبين لك اياها هون، تمام. هو شو بده؟ بده ذا مولر ماس اوف اسيد. دائما انا بحكي بدنا نحط ايش القانون اللي انا بدي، يعني اللي بدي اياه. انا بدي المولر ماس. المولر ماس عباره عن ايش؟ عباره عن الماس على النمبر اوف مول، صح ولا لا؟ صح. مع النمبر اوف مول لا، مع الماس معي هيها، اوكي. النمبر اوف مول بطلعه علاقة ما بين هاي وهاي، علاقة ما بين هاي مع هاي اللي هي ال H2A مع ال NaOH. طلعت عدد مولات ال NaOH بقسمها على 2 لانه العلاقة هي حاطين لك اياها، النسبة بينهم 1:2، بقسمها على 2 بيطلع عندي هاد المولات، والماس على المول بيعطيني المولر ماس، تمام تمام. السؤال الثاني شو الثالث احنا هيك صرنا، اوكي. السامبل ويتينج معطيني هنا لكل السامبل من الكي اتش بي، معطيني المولر ويت تاعها، حلو. معطيني اوكي الفوليوم والكونسنتريشن للان اي او اتش. نيوترايزيشن كالكوليت ذا بيرسنت، هذا نفس السؤال الاول اللي اخذناه، بده البيرسنت. البيرسنت دائما احنا حكينا شو عباره عن ايش؟ عباره عن الماس على المولر ماس. إذا هي عبارة عن الماس على المولر ماس، تمام تمام. نيجي لهون اللي هي اللي هنا اللي هي معطيني الماس، أوكي، ومعطيني المولر ماس، معطيني الفوليوم لوحدة ومعطيني المولاريتي لوحدة تانية. شو بيحكي لي هون؟ بيحكي لي المول NaOH هو واحد من KHB، بنعرفها هاي، والمولاريتي بطولها بطول من المولاريتي اللي هي عبارة عن عدد المولات على الفوليوم، بيعطينا عدد المولات واللي هي نفسها عدد مولات ال KHB، بطول عدد المولات من عدد المولات بطول الماس. الماس عبارة عن عدد المولات في ايش؟ في المولر ويت، تمام. اذا طلعت هنا عدد ايش؟ الجرامز اللي هي نمبر اوف مول للمولر ويت. بعد ما طلعت الجرامز لمين؟ لل KHB، بقسمها على السامبل كله اللي معطيني اياه باول السؤال، بيطلع عندي 18.9 واللي هي تقريبا 19%، تمام. طيب اذا حلينا السؤال الثالث. السؤال الرابع بحكي لي 24 مل من NaOH، يعني معطيني هون ايش؟ نيجي لهذا،
معطيني هنا الفوليوم للNaOH، معطيني الفوليوم NaOH، معطيني الفوليوم والكونسنتريشن للH2SO4، يعني هون دايا، يعني كل واحد بعطيني 2، هاي بدي احطها ببالي اول ما اشوف الدايا بروتيك. تمام، اذا 2 مول H2SO4 بعطيني مول NaOH او العكس بصير. فمنقسم عدد المولات اللي المولات اللي بطلعها من خلال المولاريتي، يعني هنا عاملينها 2 ب 1 زي ما بنحكيها، اللي هي 2 في المول في المولاريتي في 14 على 1000. هاي ال1000 اللي هي شو؟ اللي هي تحويل من الفوليوم من مليلتر لليتر. طلعت عدد المولات، ما هي عدد المولات على الفوليوم للتانية، على الفوليوم اللي هي للان اي او اتش معي المولات ومعي الفوليوم، بطول المولاريتي عادي من خلال الكالكوليشن. اوكي اوكي، نيجي لهذا السؤال. هذا السؤال حفظ وحكيت عنه، رح يجي اللي هو الفينول اللي بنستخدمه. حكينا بنك بالاسيدك، بنك بالبيسك، وبنك بالاسيدك يعني بالبيسك يعني بالقاعده بالوسط القاعده عباره عن لون زهري، وبالوسط الحمضي بالاسيدك عباره عن عديم اللون او كلر. هاي الجواب الوحيد الصح اللي هو بنك ان ان اي او اتش سوليوشن. ليش ان اي او اتش؟ لانه عباره عن بيس. اوكي، هاو ماني هاو ماني ام ال، يعني هون شو بده الفوليوم لا تركيز ال H2SO4 لل H2SO4 اللي تركيزه 25% مع 12 مل لل NaOH، ومعطيني تركيزه، يعني معطيني تركيز والحجم ل ال NaOH من خلالهم. بطلع النمبر اوف مول لل NaOH، النمبر اوف مول لل NaOH بعد النمبر اوف مول لل NaOH هو على 2، لانه انا في عندي هون دايا بروتيك ال H2SO4 ماشي، طلعت هيك ايش مولات ومولاريتي، من خلالها بعرف الفوليوم اللي هو هيو، اللي هو هيو معطيني واحد مولات من NaOH، 2 مول H2SO4 بعطيني عدد مولاته لل NaOH اللي هو المولاريتي بالفوليوم، اعطيني عدد مولات بقسمها على 2 لانها دايا بروتيك، بطلع لي عدد مولاتها، عدد مولاتها على المولاريتي بتعطيني اياها بالليتر. بس اكتشفت بعدين بالسؤال انه اعطاني اياها بالمليلتر، بشيل العشرة قوسات بتاعتيني. هون انا كنت محول اوريدي، اذا ما كنت محولي لا تحولي، واذا بده التحويل بتحولي عادي، اللي هي اما بنقسم على 1000 او بنضرب بعشرة قوة سالب 3. تمام، هون عنا اذا خلصنا من سؤال 6، نيجي لسؤال 7 true or false. هاي اغلبها حفظ، اغلبها حفظ. بيحكي لك اول سؤال بدك تحفظي انه الـ percentage of air bubbles in the purate بالـ purate اللي احنا حكينا عنه بالـ titration لـ NaOH solution with KHB will decrease بـ بـ المولاريتي of NaOH. اذا الـ bubbles هدول بينهم، مش احنا حكينا دائما انه بنخفف الـ bubbles عشان بيعمل ايش؟ decrease للـ NaOH. true صح. اوكي نيجي على بعده، the color of pH.ph indicator in pink in acidic، لا طبعا مش pink in acidic و colorless هو العكس ففولز. برضو نفس الاشي الفيفثولين اللي هو الفينول indicators gives، برضو هاد نفس الاشي فولز. ليش؟ لانه ال KHB هو عبارة عن acid، والacid بتحول لايش؟ لcolorless، وهذا اذا ايش؟ خطأ. تمام، سؤال 8 بحكي لي calculate the percentage of KHB يعني لا الأسيدك، إذا معطيني الماس so that example of mass so that needed، معطيني هنا الفوليوم والمولاريتي لأن NaOH، change the color indicator pink، أكيد pink لأنه NaOH، ومعطيني قديش المولر ماس لل KHB. تقريبا حفظناها قد ما عدناها 204 23. تمام، معطيني اذا اما انت بتكتبيها الايكويشنز او ما بنكتبها عادي ما في اي مشكله. الماس معطيني اياها من السؤال، تمام، بده هو المولر ماس، ماس بده هو البيرسنتج. اوكي بده بيرسنتج، فانا بدي من عدد من نمبر اوف مول، من النمبر اوف مول لا ال NaOH
يساوي الـ number of mole لل K H P. طبعا هنا في الـ P غلط, هي مش B P, أوكي عادي تمام. يعني غلط مطبعي. أوكي بعديها عنا إذا عدد مولات هاي تساوي عدد مولات هاي, تمام. بعديها المولاريتي في الفوليوم تساوي النمبر أوف مول, هاي طلعت النمبر أوف مول لا الكي اتش بي, والنمبر أوف مول الماس على المولر ماس طلعت إيش النمبر أوف مول, وهي هي طلعتها. بعديها شو بطلع الماس, يعني هون كتبت القانون ومن خلال هذا القانون خربشت كتير. أوكي من خلال هذا القانون اللي هو الماس على مولر ماس بطلع إيش قانون اللي هو الماس تساوي ال number of mole في المولر ويت. أوكي وهي الماس طلعته لل KHP, بطلع الماس ال KHP على المولر ماس. هاي صرنا حالين ثلاث أسئلة على نفس النمط, يعني لما يجي منهم سؤال. السؤال الأخير بحكي عنا هذا الجرامات من الأنون, يعني معطيني للأنون مونوبروتيك. إذن هنا شو بدل ما يحكي لي KHP بحكي لي مونوبروتيك, بدل ما يحكي لي ديابروتيك بدل ما يحكي لي H2SO4 بحكي لي ديابروتيك. إذن فهمنا هذا مونو وهذا دايا. أوكي أوكي إذا بحكي لي مونوبروتيك أسيد يعني بيحتوي على هيدروجين واحدة. أوكي required معطيني الفوليوم والconcentration لل NaOH, بده find the molar mass. طلناها برضو قبل هالمرة, حكينا المول لهاي تساوي المول لمين للمونوبروتيك, المولاريتي في الفوليوم بعطيني النمبر اوف مول, النمبر اوف مول متساويين معاي الماس, معي الماس من فوق من هيها الماس على المول بيعطيني المولر ماس. وهيك بنكون خلصنا هاي التجربة. اي اشي مش مفهوم فيها عادي اسألوني, للي عنده الفيس تاعي او هيك عادي اسألني ما في مشكلة, بس اظن انه صارت واضحة الامور. بس اقرأوا اول ثلاث صفحات والكويستشن كتير سهلين, يعني زي ما قلنا هم عبارة عن ثلاث قوانين. الثلاث قوانين هدولة بيمكن احنا اصلا اوريدي حافظينهم بمادة المد, بس بدنا نعرف الفينوفلين اللي هو الفينول ايش تأثيره, الإكوفالنت بوينت والإند بوينت والتايتريشن والإنديكيتورز وبس. ويعطيكم ألف عافية وطولنا عليكم, آسفين.